تغطياتها هذه الشعارات التي انطلقت باحثة عن الرمز الغالي وعن التتويج والفوز والناموس. بداية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول وشعار هجن الشحانية يتقدم مع المركز الأول ويتقدم مبعد مع مقدمة الشوط، ويقدم لنا مبعد العملاق سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير والانطلاق لمبعد. المركز الثاني يأتي دور مكيف مع المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن العاصفة، ويتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مقدما لمكيف مع المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم صايب وينطلق صايب مع المركز الثالث لهجن الرئاسة، يتابع صايب في هذه اللحظات المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير. المركز الرابع يأتي دور المركز الرابع وشعار هجن الشحانية يتقدم في هذه اللحظات وينطلق ويتقدم سالم بن فاران المري، ويقدم لنا البصير مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس يأتي دور صوغان لهجن الرئاسة، ويتقدم المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري، ينطلق المستحيل في عملية التضمير. هكذا متابعينا الكرام نداؤنا الأول للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمعلنة عن الانطلاق، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول وإلى مكيف. مكيف اللي سيطر مع المركز الأول وتقدم في هذا الانطلاق والبحث عن الرمز في هذا اليوم وعن الناموس وعن النقطة الرابعة بعد أن سجل الهاتريك في هذا المساء مع عوايد كعوايد العاصفة ومع زوبعة، ومن بعد ذلك يأتي دور الصيرمي. ولكن أتابع في هذه اللحظات صايب هو اللي غير، هو اللي صاب المقدمة، صايب عن حب النواميس ما هو بتايب. المميز يتقدم مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي متقدما مع صايب، منطلقا مع الحمر، ينطلق مع الخطر مع مقدمة الشوط. ما زال صايب مع المركز الأول لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز في عالم التضمير، يتقدم مع صايب. المركز الثاني يأتي دور مكيف اللي كيف جماهيره هذا الشعار ومحبي ومتابعي، واللي مكيف أكثر هذا الرقم 11 اللي صار كنج أرقام، يتقدم مع مكيف مع المركز الثاني لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث يأتي دور البصير مع المركز الثالث لهجن الشحانية، يتقدم الذهبي سالم بن فاران المري في هذه اللحظات، يتقدم مع هذا الشعار الجميل، يتقدم مع العنابي، ينطلق في هذه اللحظات أيضا اللي وصل مهود في هذه اللحظات لهجن العاصفة أيضا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المقدم المهود مع المركز الثالث. المركز الرابع صوغان لهجن الرئاسة راشد بن محمد بن راشد بالسم المنصوري، يتقدم في هذه اللحظات آخر رموز هذا المساء، رموز سن الإقداع وسن الإبداع وسن الإمتاع، كما أمتعت عوايد وأبدعت زوبعة وتألق الصيرمي. يأتي دور مهود الله الروبن هود
محمد راح مع مهود، راح مع الناموس، راح إلى الفوز مع شعار العاصفة، مع المركز الأول الواثق الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المقدم لمهود. يأتي دور المركز الثاني، صوغان مع المركز الثاني لهجن الرئاسة، المستحيل الذي لا يعرف المستحيل، راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم بوذياب، ينطلق بوذياب مع المركز الثاني. المركز الثالث يأتي دور صايب مع المركز الثالث أيضا لحجن الرئاسة، المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يتقدم مع صايب، والانطلاق الأخير الانطلاق المثير، ونحن نقترب من الكيل الأخير والرمز الرابع في الطريق حتى هذه اللحظة للعاصفة وهجنها. ولكن أرى الخطر أيضا يقترب مع شعار هجن الرئاسة، ويقترب أيضا هنالك خوزان لهجن الشحانية، ويقترب سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق يقترب، والعاصفة تقترب من الرمز الرابع. إن لم يكن للمميز، إن لم يكن للخطر، للحمر الخطر الذي دائما ما يسر النظر مع مقدمة الشوط. هجن الرئاسة تنطلق مع المركز الأول، انطلقت مع مقدمة الشوط، حمر حمر حمر، خطر خطر خطر، يسر النظر يسر النظر، ممتع للنظر، مسر لكل البشر. الله، رشحك الدكتور، رشحك الدكتور بالشرقي سعيد، ومشكور يا بالشرقي، مشكور يا الدكتور على هذا الترشيح، والدكتور المميز المميز مبارك، يا حلو اخبارك يا حلو اخبارك. السلام الى المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، حفظك الله يا ابو سلطان، والسلام لك يا سيدي سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وشكرا يا بالشرقي، ومشكور يا مبارك يا المميز ويا حلو اخبارك. بارك البندقية الذهبية لهجن الرئاسة، المركز الثاني خوزان لهجن الشحانية، المركز الثالث لبصير لهجن الشحانية، المركز الرابع مهود لهجن العاصفة، وخامس المراكز. إذن متابعينا الكرام في كل مكان، الخطر الحمر ظهر في هذا المساء وينتزع البندقية الذهبية ليقدم هذا الناموس لهجن الرئاسة ومحبي الرئاسة ومحبي هذا الشعار. 9:04 التهنية موصولة للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على فوز صايب في المركز الأول، وكما ذكرت بأنه عن النواميس ليس بتايب صايب. تهانينا لهجن الرئاسة. المركز الثاني 9:03 تهانينا لهجن الشحانية على فوز خوزان في المركز الثاني، وتهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وثالث المراكز وصل معنا لبصير لهجن الشحانية، والثانية لسالم بن فاران المري قاطع مسافة 6 كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 9:12 1/1 ثانية. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياته ومهرجان السنوي الكبير الذي قاموا في مدينة دانة الدنيا دبي على أرضية ميدان المرموم 2015.